في هذا الفيديو هنتعلم كيفية تحويل الخطوط المنفصلة إلى متصلة في برنامج جوجل سكتش أب، وكمان كيفية تحويل الأجسام المنفصلة إلى أجسام متصلة في برنامج سكتش أب. هنعمل الكلام ده إزاي؟ تابع مع الفيديو. أول حاجة، لو عندي شكل ثنائي الأبعاد إزاي أحوله لمجموعة؟ لو تلاحظ إن الشكل عبارة عن خطوط منفصلة، طيب عشان احوله لجروب هعمل ايه؟ هختار الشكل كله، هضغط دبل كليك علشان يختار لي جميع الخطوط اللي موجودة في الشكل، ثم اضغط كليك يمين واقول له ميك جروب. هتلاحظ ان لما بعمل سيلكت على الشكل بيبقى مجموعة واحدة. جميل جدا. علشان اخش جوه الشكل اضغط دبل كليك وابتدي ارسم عادي واعدل. طيب لو عندي خط كمان وعايز اضيفه للجروب ده اعمل ايه؟ هختار جروب واختار الخط، اختار الاتنين مع بعض، ثم اقول له كليك يمين اقول له ميك جروب. هتلاحظ ان الخط والمستطيل بقوا جروب واحد. علشان برضو اتحكم في كل واحد فيهم هضغط دبل كليك، هلاحظ ان من جوه الجروب كل شكل اصبح لوحده. جميل. طيب لو عندي شكل ثلاثي الابعاد اقدر احوله للجروب؟ اه تقدر. هتلاحظ برضو ان كل فيس وكل خط لوحده. اختار المربع كله او الشكل كله دبل كليك، 3 ضغطات كده هتلاقي ان الشكل كله اتعمل له سيلكت معاك. كليك يمين قول له ميك جروب، هتلاقي ان الشكل اتحول معاك لجروب. جميل جدا. طيب لو عندي برضو شكل ثنائي الابعاد تاني اقدر احوله لمجموعه واضيفه للجروب اللي فات؟ اه طبعا. اختار الشكل كله قول له كليك يمين ميك جروب، وارجع اختار الشكل ده مع الشكل ده وقول له كليك يمين يمين ميك جروب. هتلاقي ان الشكلين اصبحوا مجموعه واحده. اخر حاجه هنحول الشكل الاخير لجروب برضو. هل ينفع الجروب ده ان انا اقدر اعدل عليه بعد ما حولته لجروب؟ اقول لك اه. تخش جواه وابتدي ارسم، وليكن ده الشكل اللي عايز ترسمه. لو طلعت بره هتلاقي اوتوماتيك الشكل اللي انت ضفته انضاف جوه الجروب، بس بشرط ان لازم تخش جوه الجروب وترسم، او ان انت لو عندك جروب زي ده ممكن ترسم عليه عادي ايا كان الشكل يعني بهذه الطريقه. وارجع دبل كليك للشكل ده اقول له كليك يمين مي جروب، واختار الشكل ده مع الشكل ده، ده مع ده اهو، كليك يمين قول له جروب. لو عايز ترجع تفصل الشكل ده عن الشكل اللي انت ضفته ليه اضغط على الشكل كليك يمين اكسبلود، هتلاقي ان الشكل ده انفصل وده بقوا مع بعض زي ما هم، هتلاقي ان الشكل الاخير انفصل عنهم. لو عايز تفصل دول كمان اضغط كليك يمين كليك اكسبلود، هتلاقي ان الشكلين انفصلوا عن بعض. هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون مفيد لحضراتكم.